بس انا كنت حاطط في دماغي والله، لسه انا لسه كنت بقول لسعد لما كنا بنتكلم، انا كنت حاطط في دماغي ان انا كنت عايز مقالة فرقه، كنت عايز اعمل قصه زي ما انت بتشوف مثلا ايه، حد بيغني عربي يخش مع راب، بيغني عربي يخش مع انجلش. فانا كنت قلت ايه، خلاص انيس، وكنت هاخد كمان ايه، ايهاب، فاهم؟ بحيث ان انا ايه يعني ممكن نغني نفس الاستايلات، يعني دايما سعد قريب، يعني دايما سعد حاصر نفسه في حته الشرقي قوي. يعني لو قلت له مثلا قول عيش دي، هتلاقيه يقول لك لا انا هخاف اقولها. انا لا، انا ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا هعرف اوظف، انا هعرف اقول فيها ايه، يبين صوتي، وفي نفس الوقت بس ابقى قلت حاجه جديده. سعد هيبقى عايز الحته الغرق الشرقي دي، فمش هعرف اوظفه في الحته دي، فمش هينفع في فكرتي. انت بسال ايهاب، لا وسعد بعدين ايهاب. ايهاب خلاص، ايهاب لا لا، ايهاب ظبط فكره هو وسهيله ونسيم، خلاص. غبي ايهاب. كيف كان كيف فكره سهيلة؟ لا انا ما اعرفش بصراحه، هو عامل فكره حلوه يعني، بس هو غبي من ناحيه ثانيه خالص بصراحه يعني. استغربته جدا، بس قشطه يعني، اهم حاجه مصلحته يعني، اهم حاجه بس هو يطلع بشكل كويس وخلص الموضوع.